السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سؤال أيها الأحباب الكرام، هل يتعارض الإعلان الفطر في رمضان العمد، الفطر العمد يتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان؟ هذا سؤال ربما يأتي في هذه الظرفية لما قام بعض الشباب المغاربة غفر الله لنا ولهم وقاموا بالإفطار العلني في رمضان، ذهبوا عند أماكن عمومية وجلسوا يفطرون، وطبعا داهمتهم قوات الأمن وسلمتهم للمحكمة، والمحكمة حكمت لهم بمقتضى القانون الجنائي والفصل 222 الذي يجرم كل من أفطر علنيا في رمضان. الإفطار العلني في رمضان جريمة ومخالفة للشريعة، لكن هذا لا يعني بأن هناك أناس يفطرون أصحاب الأعذار، لا مانع منهم. قد يكون الإنسان مسافر، سافر من بلد إلى بلد، له أن يفطر، ربنا أباح له الإفطار. وقد يكون إنسان مريض، عنده سكري، عنده ضغط دم أو غير من الأمراض المبيحة للإفطار، له أن يفطر. وكذلك المرأة إذا كانت حائض لها أن تفطر، المرأة إذا كانت حامل لها أن تفطر، المرأة المرضع لها أن تفطر، فكل هؤلاء يباح لهم الإفطار. لكن إفطارهم هذا يكون ليس علانية أمام الناس، وإنما يكون في بيوتهم في نوع من الاحترام. لكن من ربما ما عنده عذر، هنا هؤلاء الشباب ما عندهم عذر، هؤلاء عندهم موقف من الدين، موقف من التدين، ويسمونه التحكم، ويرغبون في التخلص منه، ويتعلقون بمبدأ حرية الدين. أي نعم، ربنا قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من أراد أن يسلم فليفعل وإلا فلا. لكن هناك نظام في الدولة، وهناك شعور عام لعموم المسلمين، فالذي يأتي إلى الساحة عمومية ويتعمد الفطر العلني مع جماعة من زملائه، هذا كأنه يستفز شعور المسلمين ويستفز كرامتهم. وطبعا الموقف السليم هو التدخل الأمني والقضائي، وذاك هو الذي كان. لكن أريد فقط أن أهمس في قلوب وعقول الأحباب الكرام، هؤلاء الشباب من هم؟ هؤلاء الشباب أبناؤنا وبناتنا، هؤلاء شباب ضائع غفل، شباب رغم أنه تلقى بعض المعارف فلسفية وفكرية ويظن أنه جاء بالجديد، وهي أفكار بالية وقديمة جدا قدم التاريخ، لكن يظن أنها حداثة وبعد الحداثة، ويظن أن تطور ومواكبة وعصرنا كل كلام فارغ، مصطلحات فضفاضة، أفكار بالية وقديمة جدا قالوها قبل بزوغ فجر الإسلام، ما يسمون بالدهريين، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء متدمرون متمردون، وأول المتدمرين المتمردين هو إبليس، كان في عهد آدم شعر بالتدمر ثم تمرد، وهو قديم جدا. هذه أفكار ستبقى إلى قيام الساعة. المطلوب ما هو؟ ليس المقاربة الأمنية ولا مقاربة القضائية، وإن كانت أحيانا تجدي، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إلا أننا نحبذ أننا نستعمل المقاربة العلمية الفكرية، وذلك بأن نفتح الباب للعلماء والفقهاء والدعاة الناصحون ليلتقوا مع هؤلاء الشباب ويدخلوا معهم في حوار. لماذا تفطرون علنا في رمضان؟ لماذا التحدي؟ هل عندكم موقف من الدين؟ نشرح لكم. عندكم أي شبهة من شبهات في القرآن أو في السنة أو في الذات الإلهية أو في النظام العام؟ نشرح لكم. والحمد لله لكل سؤال 100 جواب مقنع. فندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين
لتنظيم ندوات فكرية ولقاءات مع هؤلاء الشباب من أجل الإقناع والاستمالة وتجديد الفكر، لأن المقاربة الأمنية قد تؤدي إلى المزيد من الغليان، وقد سمعنا بعضهم الآن يقوم بحشر محامين ودعاة عن حقوق الإنسان للمطالبة بتغيير هذا القانون الجنائي الفصل 222، وهذا لن يجدي شيئا، صراع وكلام فارغ، نضيع وقتنا وجهدنا. نحن عندنا مهام كبيرة، مشكلة التنمية، محاربة الفقر، محاربة الجهل، محاربة الهشاشة، محاربة الظلم وإقرار العدالة. فهذا كله، هذا الإفطار العلني هو في حقيقة يتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان كما نفهمه نحن في الإسلام هي بمعنى آخر، فيها رحمة، فيها كرامة. أول مبدأ في حقوق الإنسان هي الكرامة، وربنا عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الكرامة هي مؤصلة بالقرآن العظيم، وليس للإنسان فقط، للجماعة كلها. الجماعة: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حقوق الإنسان التي وضعتها الأمم المتحدة لم توضع إلا في 1947، وفيها خليط من أما حقوق الإنسان في الإسلام فهي موضوعة منذ بزوغ فجر هذا الدين العظيم. وأول بن في المواثيق الدولية حقوق الإنسان هي الحرية، وسيدنا عمر ابن الخطاب كان يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولتم أمة أحرارا. لما انتصب للخلافة سيدنا عمر، الخطبة الرسمية التي قالها دعا إلى مبادئ في حقوق الإنسان، قال: متى استعبدتم الناس وقد ولتم أمهاتهم أحرارا. بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خطبة حجة الوداع وصعد إلى جبل عرفة فوق ناقته القصواء يخطب في الأمة، قال: أيها الناس، كلكم من آدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. المساواة، مبدأ المساواة. فهؤلاء الشباب ضيعوا أنفسهم، ضيعوا عليهم الأجر والتواب. ربنا أرادنا أن نصوم في رمضان ونقوم، وعدنا بالرحمة والمغفرة والرضوان، ووعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض. فهؤلاء الشباب من يوجههم بهذه الأفكار الخاطئة فإنما يحرمهم من لذة العبادة ومن أجرها ومن الجزاء الكبير يوم القيامة. هؤلاء أبناؤنا وبناتنا، ولن نسمح أنهم يضيعوا، نريد أن نحتضنهم، نريد أن نشد على أيديهم ونرميهم بالورود والأزهار لكي يعودوا إلى رحاب الإيمان، إلى رحاب الصلاة، إلى رحاب العبادة. والله لو ضاقوا حلاوة الإيمان ما تزعزعوا عنه قيد أنمله. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يا رب تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا تلاوة القرآن. اللهم أعنا على الصدقة والجدل والبدل والإحسان. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا متحابين متعاونين متآزرين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.